بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله يا جماعه هنتكلم النهارده على حاجه اسمها نيرف كوندكشن فيلوسيتي، الا وهي سرعه التوصيل العصبي في الاعصاب. زي ما حضراتكم اخذتم في محاضرات النظري، انا عندي حاجه اسمها الاكشن بوتنشال، والاكشن بوتنشال ده يمثل الاحداث الكهربيه التي تحدث في العصب علشان خاطر هذا العصب يقوم بالفانكشن بتاعته، الا وهي التوصيل العصبي او توصيل الاشارات الكهربيه من والى الجهاز العصبي. وقد يظن البعض من حضراتكم ان الاكشن بوتنشال ده حاجه ثيوريتيكال، حاجه سوفيستيكيتد، حاجه ملهاش اي لازمه في الكلينيكال فيلد اللي حضرتك ان شاء الله هتخوضه بعد كده. ولكن يا جماعه صراحه ده ظن خاطئ. الاكشن بوتنشال له ابلكيشنز كثيره جدا في حياتك العمليه بعد كده، هنذكر بعضها في هذا المعمل. من ضمن هذه التطبيقات النيرف كوندكشن فيلوسيتي اللي حضرتك بتحسبها في أحيان كثيرة وفي أمراض كثيرة. نقول بسم الله الرحمن الرحيم يا شباب ونبدأ. زي ما حضرتك عارف إن الوحدة البنائية للجهاز العصبي هي النيورون أو الخلية العصبية، تقدر تقول عليها the basic structural unit of the nervous system. وهذه الخلية العصبية تتكون من cell body أو جسم الخلية، اللي يحتوي على عضيات الخلية المختلفة من نيوكلاس وميتوكوندريا ونسل جرانيولز وخلافه. وبعد كده عندي الاكزون اللي هو محور الخلية اللي هو بيقوم بالتوصيل العصبي، وفي الاخر في اكزون تيرمينالز اللي هي النهايات العصبية اللي بيحصل عندها ريليس اوف كيميكال ترانسميتر. وزي ما حضراتكم عرفتم ان في بعض الاكزونز بتاعة الخلايا العصبية بتبقى مايلينيتد، يعني محاطة بغشاء المايلين، وفي بعض الاعصاب بتكون ان مايلينيتد، مفيش حواليها هذا الغشاء. هذه الاكزونز يا حضرات تتجمع مع بعضها، آلاف وألوف مؤلفة من الأكسونز تجتمع مع بعضها عشان تعملي حاجة اسمها النيرف ترانك، اللي هو العصب اللي حضرتك ممكن فعلا تحسه أو تشوفه في التشريح. زي بالظبط العصب اللي حضرتك لما بتتكهرب ورا كوعك بتحس الكهرباء فيه، لو حضرتك حطيت إيدك وجيت تحسه ورا الميديا الإبيكوندايل بتاع الهيومرس هتحس الأنر نيرف عصب، هتحس ان في حبل كده تحت ايدك. النيرف ترانك ده يا جماعه مليان زي ما اتفقنا الوف مؤلفه من الاكزونز بتوع الخلايا العصبيه المختلفه، وطبعا هتاخده الاستراكشر بتاعه تفصيلا في الهيستولوجي. ما يعنيني ان النيرف ترانك ده بيبقى شايل سنسوري اكزونز، يعني اكزونز مسؤوله عن نقل الاحساسات او الاشارات الحسيه من السنسوري اورجانز الى النيرفس سيستم. وهذا النيرف ترانك ايضا بيبقى فيه موتور اكزون مهمتها توصيل الاشارات العصبيه الحركيه من النيرف سيستم الى العضلات المختلفه. وغالبا وده الاشهر والاعم ان النيرف ترانك بيبقى ميكسد، يعني بيبقى فيه فايبرز سنسوري وبيبقى فيه فايبرز موتور. زي ما حضرتك شايف ان انا عندي تو تايبس اوف كوندكشن في الاكزون. في الان مايلينيتد نيورونز بيحصل حاجة اسمها continuous conduction، يعني ماشي على راحته خطوة خطوة تاتا تاتا زي ما حضرتك شايف كده، علشان ال unmyelinated neurons دي مفيش فيها الميلين، بنسمي هذا ال conduction continuous conduction. والناحية التانية ال propagation بتاع ال action potential في ال myelinated axons بيبقى بيعمل لنا حاجة اسمها saltatory conduction، أو تقدر تقول عليه إن هو بينط، ما بيمشيش واحدة واحدة ولا خطوة خطوة زي اللي بيحصل في الان مايلينيتد. ليه؟ لأن الإشارات العصبية تقدر تقول عليها مجازا بتنط في النودز اوف رانفيير من نود لنود لنود، وبالتالي بتوصل في النهاية أسرع، لأن هي بتجتاز أو بتبايباس جزء كبير جدا من النيرف اللي هي المناطق المغطاة بالميلين، ما بيحصلش عندها الكوندكشن بالطريقة التقليدية، وبالتالي هذا الاختصار بيظهر في صورة سرعة التوصيل العصبي في الميلينيتد اكزونز، اللي هي بتبقى طبعا اكبر بكتير جدا من سرعة التوصيل العصبي في الانميلينيتد اكزونز. طبعا حضراتكم بنسمي الكونتينوس كوندكشن ده اللي هو ماشي تاتا تاتا واحدة واحدة، عشان ما تنسوش مجازا كراولينج. يعني ايه كراولينج؟ يعني بيزحف، زي الصورة اللي على الشمال اللي قدام حضراتكم دي، ده واحد في كلية طب كراولينج زي ما حضرتك شايف. ليه كراولينج يا جماعة؟ لأنه كأنه بيزحف بالظبط زي الطفل الصغير خطوة خطوة خطوة. ولكن النوع الآخر من الكوندكشن اللي هو السلتاتوري كوندكشن تقدر تقول عليه جامبنج كوندكشن. جامبنج يعني بينط،
زي ما حضرتك شايف كده، راجل برضه في كلية طب بس في كلية تانية، أهو برضه ده مصيره. الفكرة كلها إن هو زومبينج، لأن هو زي ما اتفقنا بيبايباس الأماكن اللي هي متغطية بالمايلين زي ما اتفقنا، وبالتالي الكوندكشن بتاعه أسرع من النوع الأول. يبقى دلوقتي تقدر تقول كونتينيوس أو كلاورين كوندكشن، اللي هو ماشي خطوة خطوة وتاتا تاتا على مهله خالص، بيحصل ألونج كل نقطة من النيرف فايبر. وفي نوع آخر من الكوندكشن تقدر تقول عليه سالتاتوري كوندكشن أو جامبينج كوندكشن، بينا وبين بعض عشان ما ننساش، اللي هو بينط لأنه بيبايباس نقاط كثيرة جدا او اجزاء كثيره جدا من الاكزون، علشان خاطر الكوندكشن بيحدث فقط عند النودز وفرام فير. يبقى واحد بيزحف والتاني بيقفز. زي ما حضراتكم عارفين ان في ضوء الكلام اللي احنا قلناه، ان في حاجه اسمها الكوندكشن فيلوسيتي او سرعه التوصيل العصبي في الاكزونز. وسرعه التوصيل العصبي دي يا جماعه بتعتمد على نقطتين مهمين. اول حاجه الدايمتر بتاع الاكزون، كل ما زاد الدايمتر بتاع الاكزون كل ما سرعه التوصيل العصبي زادت. ولكن انت تتخيل موضوع الدايمتر ده عشان حضرتك تتخيله، ان لو انا عندي كوريدور واسع، ممر واسع في مدرسه مثلا، وجرس الفسحه ضرب او جرس المروح ضرب، هتلاقي كل الطلبه بتجري وبتطلع من الفصول عشان تمشي في هذا الكوريدور الواسع. هل حضرتك تعتقد ان هيحصل كربسه ما بين الطلبة في الكوريدور ده، ولا الطلبة هتمشي براحتها خالص وتجري علشان تروح؟ يبقى دلوقتي الدايمتر كل ما زاد كل ما المقاومة بتاعة مرور الطلبة في هذا الممر تكون أقل ما يمكن. تعالى نتخيل نفس الموقف في كوريدور ضيق، يعني ممر ضيق جدا، وجرس الفسحة أو جرس المروح ضرب والطلبة كلها طلعت. طلعت الطلبة كلها مشيت في الكوريدور الضيق، إيه اللي هيحصل يا جماعة؟ الطلبة كلها هتتكربس على بعضها. يبقى المقاومة بتاعة مرور الطلبة في هذا الممر الضيق هتبقى طبعا أكبر ما يمكن، عشان كده العيال هتتكربس على بعضها، وفي الآخر هتكتشف إن هما ما طلعوش نص متر لقدام. ليه؟ هما اتكربسوا على بعض وخلاص، ولا واحد فيهم عارف إن هو يمشي ويطلع لقدام. يبقى دلوقتي يا جماعة نفس الكلام بيحصل في الأكزوس، لما الدايمتر بيزيد الريزيستنس بتقل، لأن في علاقة عكسية بين الدايمتر والريزيستنس. كل ما الدايمتر بتاع الأكزون زاد، كل ما مقاومة مرور التيار الكهربي بقت أقل ما يمكن، والعكس بالعكس، كل ما الدايمتر بتاع الأكزون قل كل ما مقاومة مرور التيار الكهربي بقت أكبر ما يمكن. وبالتالي لما الدايمتر يزيد المقاومة تقل، وبالتالي الكوندكشن فيلوسيتي تبقى أسرع ما يمكن، والعكس بالعكس، لما الدايمتر يقل الريزيستنس تزيد، وبالتالي الكوندكشن فيلوسيتي تبقى أقل ما يمكن. الجزء الاخر من الفاكتور اللي بيأفكت الكوندكشن فيلوسيتي المايلينيشن بتاع الاكسون، زي ما اتفقنا كل ما كان الاكسون ده مايلينيتد كل ما الكوندكشن فيلوسيتي تبقى اكبر ما يمكن. وزي ما اتفقنا ليه؟ لان انا بقتصر اجزاء كبيره جدا من الاكسون عشان الكوندكشن بيحصل عند نقاط محدده اسمها النود اوفران فيل. وطبعا عشان حضرتك تبقى واخد بالك، كلمه جامبنج هو مش بيجامب ولا حاجه، احنا بنقول عليه ان هو بيجامب عشان نختصر او عشان نسهلها لحضراتكم، انما هو بيحصل اكشن بوتنشال عند النودز فروم فير. مش معنى كده ان الصوديوم بينط، عشان بس ما حدش يتخيل ان الايونز بتاعت الصوديوم بتقعد تنط في النودز فروم فير، لا، هو بيحصل اكشن بوتنشال عند النودز فروم فير، فاحنا مجازا تخيلنا ان الاكشن بوتنشال هو اللي بينط. ولكن ده وصف كده بيننا وبين بعض، سواء زاحف او قافز، الفكره كلها عشان بس الموضوع يبقى قريب في ذهننا وما ننساهوش. على هذا الاساس يا جماعه الدايمتر والبايلينيشن قسمنا النيرف فايبر الى تايب A وتايب B وتايب C. سريعا كده هعرف حضرتك كلمتين عن كل نوع. التايب A ده الدايمتر بتاعه بيبقى اكبر ما يمكن من 5 ل 10 مايكرون وبيبقوا مايلينيتد. تايب B بيبقى الدايمتر بتاعهم اقل من 1 ل 5 مايكرون وبيبقوا برضه مايلينيتد. وتايب C بيبقى الدايمتر بتاعهم اقل من 1 مايكرون وبيبقوا ان مايلينيتد. وبالتالي تقدر تقول ان التايب A ده الادخن والاسرع، والتايب C ده الارفع والابطا، والتايب B ده في النص بين البنين. سرعه التوصيل العصبي في تايب A فايبرز 100 متر في الثانيه مجازا، والتايب B 10 متر في الثانيه، والتايب C 1 متر في الثانيه. 100 10 1، كل شويه بتشيل صفر، 100 10 1.
طبعا الارقام دي مجازيه، هتلاقوها مختلفه الى حد ما بين المصادر والكتب، ولكن الاختلافات مش هتفرق. يعني 100 دي ساعات بتقول 120 متر في الثانيه، مش هتفرق، المهم ان انت بس اعرفها 110 100 110 واحد، علشان حضرتك ما تنساهاش خالص ونبقى ما استفدناش اي حاجه. ولكن انت تتخيل موضوع 100 متر في الثانيه، دي ده رقم كبير جدا يا جماعه. هو حضرتك اقصى واحد من البشر يعني طوله هيوصل مثلا كام؟ متر و70، متر و80، متر و90، 2 متر حتى. تخيل لو في اشاره عصبيه، تخيلنا ان هي هتوصل من صابع رجل حضرتك لحد دماغك فوق خالص، يبقى المفروض انها هتقطع 2 متر، صح ولا لا؟ اللي هو طولك. تخيل بقى لو تايب ايه فايبر هتمشي 100 متر في الثانيه، انت متخيل 100 متر في الثانيه؟ هو احنا اصلا طولنا قد ايه علشان خاطر نقول ان احنا اصلا عندنا توصيل عصبي؟ انت الماكسيموم زي ما اتفقنا يبقى طول الواحد من كله كده من فوق لتحت 2 متر، لا، الاشاره العصبيه هتمشي 100 متر في الثانيه الواحده. طبعا سرعه توصيل عصبي كبيره جدا ومهوله جدا، ولك ان تتخيل سرعه التوصيل المهوله دي في جسم الانسان. طبعا امثله التايب اي فايبرز السوماتيك نيرفز اللي هي بتاعه العضلات عموما، العضلات الهيكليه، والتايب بي فايبرز مثالها الدريك انجليونيك اوتونوميك، والتايب سي فايبرز مثالها البوست انجليونيك اوتونوميك. ان شاء الله تاخدوا الكلام ده في الاوتونوميك نيرفس سيستم سيكشن بعد كده ان شاء الله. طيب ازاي حضرتك تعمل اسيسمنت لهذه الكوندكشن فيلوسيتي؟ تعالوا الاول نختار العصب اللي احنا هنقيس في الكوندكشن فيلوسيتي. هنختار يا جماعه الادنى نيرف. طب ليه انا اخترت الادنى نيرف عشان اعمل عليه التجربه بتاعتي؟ لانه ببساطه شديده اكسسبل وسوبرفيشال. الادنى نيرف يا شباب زي ما انا قلت لحضرتك من شويه ان هو ماشي ورا الميديا الابيكوندايت بتاع الهيومرس، وده العصب اللي حضرتك لو خبطت في كوعك بتحس بكهرباء في كوعك بسبب ان حضرتك خبطت هذا العصب. ليه؟ لانه زي ما اتفقنا سوبرفيشال واكسسبل في المكان ده. الادنى نيرف ده يا جماعه بيمشي ورا الميديا الابيكوندايل بتاع الهيومرس، وبعد كده يدخل الفور ارم، يمشي برضه ميديال، الفور ارم اللي هو الساعد يمشي برضه ميديال، وبعد كده يوصل الرزق او الريست يمشي برضه ميديال، وبعد كده يدخل الهاند يمشي برضه ميديال، يبقى هو ميديال في الباث واي بتاعه كله. الادنى نيرف ده يا شباب شايل سنسوري فايبرز وشايل موتور فايبرز، لان زي ما اتفقت مع حضرتك معظم النيرف ترانكس في الجسم عموما بتبقى شايله سنسوري فايبرز وموتور فايبرز، اللهم الا استثناءات هتعرفوها ان شاء الله في حينه. يعني في عصب بيبقى بيور سنسوري وفي عصب بيبقى بيور موتور، ولكن اغلب الاعصاب زي ما اتفقنا بتبقى سنسوري وموتور، وساعات كمان بتبقى شايله اوتونوميك فايبرز. ما يعنينا دلوقتي في الادنى نيرف ان هو شايل سنسوري فايبرز وشايل موتور فايبرز. طيب ايه هي العضلات اللي الادنى نيرف بيعمل لها سبلاي او بيغذيها، وايه هي الاماكن اللي الادنى نيرف بياخد منها الاحساس؟ ناخد الاول الموتور سبلاي بتاع الادنى نيرف. زي ما حضرتك شايف كده ده كف الايد، عندنا كلوه فوق اسمها الثينر ايمننس اللي هي ناحيه الصابع الكبير اللي اسمه الابهام، ناحيه الابهام في او الثمب في الثينر ايمننس، بتبقى تحتها حاجه اسمها الثينر ماسلز، بتبقى سبلايد بعصب اسمه الميديان نير. تحت الثينر ايمننس في ايمننس ثانيه اسمها الهايبوثينر ايمننس، من اسمها هايبوثينر لان هي تحت الثينر، بيبقى فيها الهايبوثينر ماسلز، والهايبوثينر ماسلز بتبقى سبلايد بالانر نير. يبقى عشان حضرتك ما تنساش هي يعني مش بتتحفظ باي ذا واي، انت عندك ايمننس فوق، ايمننس يعني بروز، حته بارزه كده فوق اللي هي الثينر ايمننس ناحيه الصمت فوق اهي، يبقى تحتها الهايبوثينر ايمننس بالعقل والمنطق. طيب انا قلت لحضرتك من شويه ان الانر نيرف ماشي ميديال، يبقى هو كمان بيغذي العضلات الميديال اللي هي الهايبوثينر ايمننس. طيب العضلات اللي هي ماشيه لاترال اللي هي الثينر ايمننس بيغذيها العصب اللي ماشي لاترال اللي هو الميديال نيرف. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت ان الانر نيرف الموتور سبلاي بتاعه بيسبلاي حاجه اسمها الهايبوثينر ماسلز في الهاند. طيب لو جينا نشوف الاماكن اللي الانر نيرف بيشيل منها الاحساسات المختلفه، خلينا الاول نشوف الصوابع بتاعتنا. زي ما حضرتك عارف الصابع الصغير اسمه الليتل فينجر، بعد كده الصابع اللي بعده اسمه الرينج فينجر. طبعا ليتل ده يعني ان هو صغير، سموه ليتل فينجر عشان هو صغير. بعد كده
الصابع اللي بعده اسمه الرينج فينجر، سموه رينج ليه؟ لان هو بتاع الدبله اللي بتلبس حضرتك فيه الدبله. بعد كده الصابع اللي بعده اسمه الميدل فينجر لان هو في النص، يعني قبله صابعين وبعده صابعين، سموه الميدل فينجر، الصابع اللي في النص، وده اطول واحد فيهم. بعد كده الصابع اللي بعده اللي هو الاندكس فينجر اللي حضرتك بتشاور بيه على اي حاجه. بعد كده عندي الصنب اللي هو الصابع الكبير او صابع الابهام، وطبعا اسميهم بالعربي الخنصر اللي هو من ليتل فينجر لحد الصنب، الليتل فينجر اسمه الخنصر، الرينج فينجر اسمه البنصر، الميدل فينجر اسمه الاوسط، الاندكس فينجر اسمه السبابة، والصنب اسمه الابهام. ودايما انتوا فاكرين كده كان في حاجة كده بيغنوها الاطفال الصغيرين، عد صوابعك كام، خنصر بنصر اوسط سبابة ابهام، تمام عشان ما ننساش. الانا النرد يا شباب بيغذي الميديال وانا ضهاف فينجر من الهاند، زي ما حضرتك شايف كده الرسمة، اللي هو الزون الازرق اللي مرسوم قدام حضرتك ده بياخد الميديال فينجر ونص، يعني بياخد فينجر ونص، ده يعني ايه؟ يعني بياخد الليتل فينجر ونص الرينج فينجر والحتة المقابلة ليهم في الهاند، يشيل الإحساسات من هذه المنطقة. ليه يا جماعة أنا قلت هذا الكلام؟ لأن زي ما اتفقنا هو ماشي ميديان، فكل حاجة بيعملها ميديان، وبالتالي هو بيغذي زي ما اتفقنا الميديال وان اند هاف فينجرز من الهاند، بياخد منهم السنسيشن ومن الحتة المقابلة لهم في كف أو البال أوف ذا هاند، وبالتالي ده الاريا بتاعت السبلاي، سنسوري سبلاي بتاع الانر نيرف، يعني المكان اللي الانر نيرف بيشيل منه الاحساسات المختلفه. طبعا الثلاثه ونص فينجر التانيين بيتشالوا كسنسوري سبلاي بالميديان نيرف زي ما هنفهم ان شاء الله بعد شويه. يبقى دلوقتي علشان نجمل لازم نعرف الانر نيرف اللي انا هعمله اكزامينشن ده بيغذي ايه، عشان اعرف بالظبط انا هفحص ايه. له موتور سبلاي وسنسوري سبلاي. موتور سبلاي بيسبلاي الهايبوثينر ماسلز اللي موجوده في الهايبوثينر امينيم اللي هي موجوده ميديال، في نفس الوقت بياخد سبلاي سنس، بيدي سنسوري سبلاي، او هو يعني بياخد سنسوري سبلاي من الميديال وان اند هاف فينجرز اللي هم الليتر فينجر ونص الرينج فينجر والاريا المقابله لهم من البالب اوف ذا. طيب التجربه يا جماعه اللي انا هعملها النهارده على الانر نيرف هشوف حاجه اسمها موتور نيرف كوندكشن فيلوسيتي. يعني ايه يا جماعه الكلام ده؟ يعني هعمل اسيسمنت او كالكيوليشن للنيرف كوندكشن فيلوسيتي بتاعه الموتور فايبرز اللي موجوده داخل الاندر نيرف. قول الكلام تاني، يبقى انا هعمل اسيسمنت او كالكيوليشن، يعني هحسب النيرف كوندكشن فيلوسيتي، سرعه التوصيل العصبي في الموتور فايبرز، الاعصاب الحركيه اللي موجوده داخل النيرف ترانك اللي اسمه الاندر نيرف. وانا حطيت صفه موتور جنب كلمه نيرف كوندكشن فيلوسيتي علشان اميزها عن السنسوري. ليه يا جماعه؟ لان في حاجه تانية اسمها سنسوري نيرف كوندكشن فيلوسيتي. يعني ايه؟ يعني بحسب النيرف كوندكشن فيلوسيتي للاعصاب الحسيه او السنسوري فايبرز اللي موجوده جوه النيرف ترانك اللي اسمه الانر نيرف. طب ليه انا مش هحسب السنسوري نيرف كوندكشن فيلوسيتي في التجربه دي؟ ببساطه شديده عشان انا ما عنديش الالكترودز في المعمل عندي اللي بتشتغل بتقيس السنسوري نيرف كوندكشن فيلوسيتي، ليها الكتروز معينه مش موجوده عندنا، وبالتالي هنحطها على جنب كده. بس انت تبقى عارف انها بتتعمل في الالكتروفيسيولوجيكال يونتس المختلفه، بتعمل سنسوري وموتور وكل اللي انت عايزه وحاجات تانيه كتير طبعا. يبقى ما يعنينا دلوقتي ان انا هقيس الموتور نيرف كوندكشن فيلوسيتي في الانر نيرف، لان هي دي اللي انا عندي الالكترودز بتاعتها. طيب زي ما حضرتك شايف ان انا عندي موتور نيورون، يعني خلية عصبية حركية زي ما اتفقنا بتعمل سبلاي لعضلة سكليتال مصل، عضلة هيكلية ارادية زي ما حضرتك شايف بالظبط، واخدته طبعا النيورو ماسكولار ترانسميشن، وان شاء الله هتاخده بعد كده الالكتريكال والميكانيكال اكسشينجز اللي بتحصل في العضلات في الماسكولو سكليتال سيستم. ما يعنينا يا جماعة ان انا دلوقتي موتور نيورون دي بتجيب الاشارة العصبية او الاشارة الكهربية للعضلة علشان العضله تشتغل ويحصل لها الكونتراكشن. ده اللي انا بالظبط هعمله ديورنج الاسسمنت بتاع الموتور نيرف كوندكشن فيلوسيتي. انت حضرتك هتدي اشاره كهربائيه هتكهرب الادنى النيرف عشان تعمل حضرتك استيميوليشن للموتور فايبرز علشان تمشي الاشاره الكهربائيه اللي حضرتك عملت لها ابلكيشن دي
بول ثرو ذا ادنر نيرف علشان تروح تعمل استيميوليشن للعضلات اللي سبلايد بالادنر نيرف اللي احنا قلنا عليها اسمها الهايبوثينر ماسلز، علشان حضرتك تعمل ريكوردنج للكونتراكشن بتاعك وتحسب النيرف كوندكشن فيلوسيتي بتاعه الموتور فايبرز اللي موجوده في الادنر نيرف بالطريقه اللي هنشوفها دلوقتي. يبقى دلوقتي يا جماعه زي ما حضرتك شايف في هذه الرسمه، حضرتك هتكهرب الادنر نيرف، هتدي له كهرباء، تمشي الكهرباء في الادنر نيرف في الموتور فايبرز بتاعته علشان توصل الكهرباء دي الى العضلات اللي بتبقى سبلايد بالادنر نيرف اللي هي الهايبوثينر ماسلز. وزي ما حضرتك شايف انا حاطط الكترودز او سنسورز على الهايبوثينر ماسلز علشان هي دي اللي انا هعمل منها ريكوردنج للماسل كونتراكشن، وبالتالي اقدر احسب النيرف كوندكشن فيلوسيتي زي ما اتفقنا. وزي ما حضرتك شايف في هذا الرسم البيان اللي في الصورة، الخط الاحمر اللي فوق ده يمثل الاستيمولس ابليكيشن، يعني الزمن اللي حضرتك بتكهرب فيه العصب، او لما بتدي الكهرباء بتديك الاشارة اللي طالعة لفوق دي عاملة زي الارتفاع اللي حصل ده، اللي هو الارتفاع الاحمر اللي عن الايزو الكتريك لاين ده. ده السايت او الزمن اللي حضرتك عملت فيه ابلكيشن للاستيمولس، انت عملت ابلكيشن للاستيمولس في اللحظه دي. قعدنا فتره على ما الاشاره العصبيه سافرت along الادنر نيرف لحد ما الالكترود اللي حضرتك حاطه على الهايبوثينر ماسل دي عمل ريكوردنج للالكتريكال اكتيفيتي في العضله، اللي هو باين قدام حضرتك في هذا الرسم البياني بالمنحنى الازرق اللي هو طالع ده. ده يمثل الماسل كونتراكشن اللي حصل في العضله، وبالتالي زي ما اتفقنا حضرتك عملت له ديتكشن بالالكترود اللي حضرتك حاطه اوريدي على الهايبوثينر ماسل. دي الفكره العامه لكيفيه حساب الموتور نيرف كوندكشن فيلوسيتي. يبقى دلوقتي يا جماعه دايره حساب النيرف كوندكشن، الدايره اللي حضرتك هتعملها كالاتي: ان حضرتك عندك ستيميوليتور يعني مصدر للكهرباء، سلك كهرباء بس طبعا سيف علشان خاطر مش هينفع تجيب فيشه تحطها في الكهرباء بتاعه البيت وتقوم جاي مكهرب العيان هيتكهرب ويموت. لا طبعا بيبقى ستيميوليتور سيف بفولت قليل جدا بحيث ان هو ما يعملش مشاكل للعيان ولا يعمل مشاكل على الهارت ولا يموت العيان اساسا. يبقى سيف هيومن ستيميوليتور اللي حضرتك بتكهرب بيه الانر نيرف، في نفس الوقت عندك الكترودز بتحطها على العضله علشان تعمل ديتكشن للالكتريكال اكتيفيتي اللي هتحصل داخل هذه العضله. بنسمي الالكترودز دي الكترودز بتاعت اي ام جي او الكترومايوجرافي. ليه؟ لان حضرتك بتحطها على العضله وتشوف المسل كونتراكشن، تعمل له ديتكشن او تعمل له ريكوردنج بهذه الالكترودز. ولك ان تعلم ان الاي ام جي ده او الالكترومايوجرافي ممكن حضرتك تعمله بتو تايبس اوف الكترود. ممكن تجيب ابره تغزها جوه العضله والابره دي هي اللي تعمل لك ديتكشن للمسل كونتراكشن، ولكن ده طبعا حاجه بتوجع، حاجه مش ابليكابل انك تعملها، فبنستعيض عن الابره دي بحاجه اسمها سيرفيس الكترود. سيرفيس الكترود ده يعني الالكترود بيتحط على السكين من بره. طبعا الامبليتيود بتاع النيدل الكترود ده بيبقى احسن لانك دبيت النيدل دي وغزتها جوه العضله، فانت كده جوه العضله 100%. انما السيرفيس ده برضو بتسمك على السكين من بره بشكل او باخر، عشان كده الامبليتيود اللي بيتقاس بالسيرفيس الكترود ده بيبقى قليل شويه، ولكن اقدر اشتغل بيه عادي جدا واحسب بيه الحسابات بتاعتي. يبقى انا دلوقتي يا جماعه حدي الكتريكال ستيميوليشن زي ما انت شايف كده للانر نيرف، اكهربه، تقوم جايه ماشيه الاشاره الكهربيه في الانر نيرف تروح للعضلات اللي سبلايد بالانر نيرف تقول لها اشتغلي، فيحصل ماسل كونتراكشن. الماسل كونتراكشن ده حضرتك هتشوفه بعينك ان العضلات تبدا تلعب وترعش قدام عينك كده، والاحتمال الاخر ان حضرتك هتشوفه على الجهاز بالكيرف اللي هو الازرق اللي تحت ده زي ما حضرتك شايف. يبقى دلوقتي لو انا عايز احسب سرعه التوصيل العصبي في الموتور فايبرز دي، احنا عارفين القانون بتاع السرعه بيساوي المسافه على الزمن. يبقى انا دلوقتي لو جبت المسافه، ركز معايا الله يكرمك، لو جبت المسافه ما بين الاستيميليتور ده اللي هو مصدر الكهرباء اللي بيكهرب والالكترود اللي حضرتك حاطه على العضله وبتقيس منه الالكتريكال تشينج اللي بتحصل في العضله، المسافه دي، او يعني تقدر تقول من الاخر المسافه اللي الاشاره العصبيه مشتها، صح ولا ايه؟ المسافه اللي الاشاره العصبيه مشتها وقسمتها على الزمن
اللي اخدته الاستيمولوس علشان خاطر توصل من عند الاستيميوليتور لحد الالكترود، لو قسمتهم على بعض هيساوي سرعة التوصيل العصبي. يبقى سرعة التوصيل العصبي مسافة على الزمن، يبقى المسافة اللي الإشارة العصبية قطعتها على الزمن اللي هي قطعت فيه هذه المسافة. بالعقل والمنطق وبكل سهولة ويسر، يبقى المسافة اللي الإشارة العصبية قطعتها تساوي المسافة بين الكهرباء اللي حضرتك عملت لها أبليكيشن على الألنا النيرف. امشي بقى حضرتك الإشارة الكهربية دي لحد ما توصل للعضلة وتعمل لها كونتراكشن، يبقى دي الديستانس اللي الإشارة العصبية مشتها. في حاجة تانية اللي هي الزمن، الزمن اللي هذه الإشارة العصبية أخدته علشان توصل وتسافر ألونج الألنا نيرف علشان تروح بعد كده تعمل كونتراكشن في العضلة، هتاخد وقت. ولو تاخد بال حضرتك إن الزمن ده اللي بيبقى ريبريزنتد بالتايم اللي ما بين الأبليكيشن بتاع الاستيمولس والستارت بتاع المصل كونتراكشن، زي ما حضرتك شايف كده، ده التايم بتاع الأبليكيشن بتاع الاستيمولس وده الستارت بتاع المصل كونتراكشن. هذا الزمن هو الزمن اللي استغرقته الإشارة العصبية اللي حضرتك عملت لها أبليكيشن علشان توصل من عند السايت أوف ستيميوليشن لحد السايت أوف ريكوردينج. لو حضرتك جبت المسافة زي ما اتفقنا بين الاستيميوليتور اللي حضرتك حطيته على الألنا النيرف وما بين الريكوردينج الإلكترود اللي حضرتك بتقيس بيه التشينجز اللي بتحصل في العضلة، دي المسافة هتقيسها إزاي؟ بمازورة، هتجيب مازورة وتقيس، سهلة خالص، وتقسمها على الزمن اللي باين قدام حضرتك ده اللي ما بين الابليكيشن اوف ذا ستيمولس والستارت بتاع المصل كونتراكشن، اقسمهم على بعض هتديك النيرف كوندكشن فيلوس او سرعه التوصيل العصبي في هذا العصب اللي اسمه الانا نيرف وخصوصا الموتور فايبرز اللي جواه. ولكن يا جماعه الكلام كده لو اي حد من حضراتكم بس اعمل عقله هيجد ان ده كلام مش منطقي ومش مظبوط. ليه يا جماعه؟ لان السرعه اللي حضرتك هتحسبها بالسيتويشن اللي حضرتك عملتها دي ليست حقيقية. ليه يا جماعة؟ علشان حضراتكم أخدتم إن في حاجة اسمها ديلي بيحصل عند النيورو ماسكولار جنكشن. الإشارة العصبية بتبقى ماشية في العصب وبعد كده يحصل ميكانيزم اللي هو ريليس اوف كيميكال ترانسميتر الأستايل كولين علشان الأستايل كولين يمسك مع الريسبتورز اللي موجودة على الموتور اند بليت علشان يوصل الكهرباء من النيرف الى العضلة ويعمل انيشيشن للماسل كونتراكشن. وبالتالي السرعة اللي حضرتك حسبتها دي مش مظبوطة. ليه؟ لان الزمن اللي استغرقته الاشارة العصبية علشان توصل من عند الاستيميوليتور لحد ما حضرتك بدأت تعمل ريكوردنج للماسل كونتراكشن، الزمن ده في ديلي خارج حدود النيرف. الزمن اللي حضرتك حسبته ده في جواه ديلي تأخير حصل لسبب ملوش علاقة خالص بالنيرف اللي هو الديلي عند النيورو ماسكولار جانكشن، وهذا الديلي غصب عنه هيدخل معاك في الحسبة لأن أنت حسبت الزمن ما بين الأبليكيشن أوف ذا ستيمولس لحد الماسل كونتراكشن، والماسل كونتراكشن قبله على طول في هذا الديلي. وبالتالي حضرتك التايم اللي حضرتك حسبته علشان تحسب بيه سرعة التوصيل في العصب هيبقى زيادة بس لسبب خارج عن حدود النيرف ملوش علاقة بالنيرف اللي هو زي ما اتفقنا الديلي اللي بيحصل، العطلة اللي بتحصل عند النيورو ماسكولار ترانسميشن. وبالتالي كان يجب ان احنا نفكر في خطة بديلة نتخلص بيها من هذا الديلي في الحسبة، وده اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي ازاي عملنا هذا الكلام. زي ما حضرتك بقى عارف ان الاحداث اللي بتحصل عند النيورو ماسكولار جانكشن كثيره جدا، ومن كثرتها بيحصل الديلي اللي حضراتكم اخدتوه في محاضرات النظري على ما الاشاره العصبيه توصل في التيرمينال بارت اوف ذا نيورون ويدخل يحصل استيميوليشن للبري سينابتيك كالسيوم تشانلز فولتج جيتد بري سينابتيك كالسيوم تشانلز عشان يدخل الكالسيوم عشان يحرك الاستايل كولين فيزيكل علشان يحصل لها بايندنج مع البري سينابتيك ميمبرين علشان يحصل ريليز اوف استايل كولين علشان يمسك على استايل كولين ريسبتورز علشان يفتح حاجه اسمها ليجند جيتد صوديوم تشانلز علشان يبدا يدخل الصوديوم وتبدا انتقال الاشاره العصبيه على السيرفس بتاع العضله. كل اللي انا قعدت احكي فيه ده تاخير، تاخير ملوش حل، النيرف ملوش علاقه بيه خالص. انا وصلت لك الاشاره العصبيه لحد التيرمينال نوب، بعد كده
ماليش دعوة بقى ايه اللي حصل، وبالتالي الديلي ده هيتحسب في التايم اللي حضرتك اخدته على ما يحصل انيشيشن للماسل كونتراكشن، ولكن زي ما اتفقنا ده ملوش علاقة بالعصب، وبالتالي يجب ان احنا نشوف طريقة نتخلص بيها من هذا الديلي ونشيله من الحساب بتاعنا، وده اللي هقوله لحضراتكم دلوقتي. زي ما حضرتك شايف يا جماعة، دي الطريقة اللي احنا استخدمناها عشان نتخلص من هذا الديلي. ده هتعمل استيميوليشن للادنر نيرف مرتين، كل مرة في بوينت مختلف. تعالوا نمسك اس رقم 2 دي، زي ما حضرتك شايف الاس رقم 2 اللي هي الاستيمولس رقم 2. الاستيمولس رقم 2 ده انت عملت استيميوليشن للادنر نيرف عند الالبو، اباف الالبو بشويه، اللي هي الطريقه التقليديه اللي احنا لسه قايلينها. هتحط الاستيميوليتور، هتدي كهرباء، هتمشي الاشاره العصبيه من عند السايت اوف ستيميوليشن ده لحد ما تعمل لها حضرتك ريكوردنج عند السهم الاخضر ده، وبالتالي لما تيجي حضرتك تبص على الكيرف هتلاقي الخط الاسود ده اللي هو الابلكيشن اوف ذا ستيمولس، وبعدين قعدنا فتره زمنيه على ما بدا يحصل ريكوردنج للمسل كونتراكشن. الزمن اللي احنا قعدناه علشان خاطر من اول الابلكيشن اوف ذا ستيمولس لحد الستارت بتاع المسل كونتراكشن بنسميها ليتنسي رقم 2، يعني الليتنسي او التاخير او التلكيع الستيمولس بتتلكع او بيحصل لها ديلي على ما يحصل المسل كونتراكشن. ما هو مش حضرتك اول ما هتعمل استيميوليشن للنيرف هيحصل كونتراكشن في التوه واللحظه، لا طبعا، ده لسه الاشاره العصبيه هتسافر. السفر ده كانها بتتلكع، بيحصل ديلي بنسميه ليتنسي. الليتنسي رقم 2 اللي هو التايم ما بين الابلكيشن اوف ذا ستيمولس والستارت بتاع المسل كونتراكشن بتاع الاستيمولس رقم 2 اللي هي ات الالبو عند الكوع. تمام كده، دي اول حاجه في القياس بتاعنا. النقطه الثانيه، حضرتك هتشيل الاستيميوليتور وتحطه في منطقه اخرى اباف ذا ريست، وتعمل استيميوليشن للانر نيرف اباف ذا ريست. حلو كده، زي ما حضرتك شايف اللي هي اس 1 دي اللي هي الاستيمولس رقم 1، وبالتالي عملت حضرتك ابلكيشن للاس 1 زي ما حضرتك شايف كده اللي هو الخط الاسود اللي واقف ده في الاس 1، وبعد كده قعدت فتره زمنيه على ما بدا يحصل ريكوردنج للمسل كونتراكشن. ولو حضرتك تاخد بالك ان الليتنسي رقم 1 اللي هو الزمن اللي اخدناه من عند الابلكيشن اوف ذا ستيمولس لحد الريكوردنج بتاع المسل كونتراكشن، الزمن ده قل عن L2. ليه يا جماعه؟ لان اكيد المسافه قلت. هو في الاستيمولس رقم 2 انا كنت جاي من عند القلب فوق لحد تحت لحد الهايبو ثينر ماسل، انما في اس 1 انا يا دوبك هعمل ابلكيشن اوف ذا ستيمولس ويا دوبك امشي خطوتين فرد الكعبه الاقي نفسي في الهايبو ثينر ماسل اعمل لها ستيميليشن، بالتالي الزمن اكيد هيقل. عشان كده ال رقم 1 او الليتنسي رقم 1 بيبقى الزمن بتاعها اقل من الليتنسي رقم 2. اسال بقى حضرتك سؤال عبقري جدا، لو انا حضرتك طرحت الاثنين من بعض ايه النتيجه اللي حضرتك هتوصل لها؟ ركز معايا كده، لو طرحت ليتنسي رقم 2 اللي هو الزمن الكبير اللي هو الزمن ما بين الابلكيشن بتاع الاستيمولس رقم 2 اللي عند الالبو والمسل كونتراكشن ريكوردنج في الهايبوثينال مسل، كل الزمن ده اللي هو L2، لو حضرتك شلت منها يعني طرحت منها الزمن اللي اخدناه علشان نوصل من عند الاستيمولس رقم 1 لحد برضه الهايبوثينال مسل، يبقى كاني بقول لحضرتك الرقم اللي طلع ده هو الزمن اللي استغرقته الاشاره العصبيه علشان توصل من عند السايد بتاع الاستيمولس رقم 2 لعند السايد بتاع الاستيمولس رقم 1. ركزوا معايا يا جماعه، يبقى دلوقتي لو انا طرحت الليتنسي رقم 2 اللي هو الزمن اللي استغرقته الاشاره العصبيه عشان توصل من المكان بتاع الاس 2 اللي هو عند الالبو فوق، اطرح منها الزمن اللي استغرقته الاشاره العصبيه علشان توصل من عند مكان الاستيمولس رقم 1 اللي هو عند الريست اللي هو تحت، لو طرحت الاثنين دول من بعض هيطلع عندي رقم ضمنيا هو الزمن اللي استغرقته الإشارة العصبية علشان توصل من عند المكان رقم 2 اللي فوق عند الإلبو للمكان رقم 1 اللي هو تحت عند الريست. لو أنا بقى حضرتك جبت مازورة وقست المسافة ما بين الاستيمولس رقم 2
2 والاستيمولس رقم 1. يعني المكان اللي حضرتك هتحط عليه الاستيموليتور فوق، والمكان اللي حضرتك هتحط عليه الاستيموليتور تحت. لو حضرتك قست المسافة ما بينهم وبين بعض، يبقى هي دي المسافة أو الديستانس اللي هي ما بين الاستيمولس رقم 2 والاستيمولس رقم 1. لو حضرتك قسمت المسافة بتاعة الجزء ده من العصب على الزمن اللي استغرقته الإشارة العصبية عشان توصل من عند النقطة رقم 2 لعند النقطة رقم 1، ده هيطلع لك سرعة التوصيل العصبي في الأنر نير. يبقى أتمنى إن النقطة دي تبقى واضحة بالنسبة لحضراتكم، أنا ليه أصلا عملت هذا الكلام بهذا الشكل علشان أتخلص تماما من الديلي اللي بيحصل عند النيورو ماسكولار جانكشن وما يؤثرليش على التايم بتاع التوصيل العصبي، ويطلع لي في الحساب ويغير لي قيمة النيرف كوندكشن فيلوسيتي. وبالتالي القانون النهائي بتاع حساب الموتور كوندكشن فيلوسيتي الديستانس على فرق الاثنين ناقص الواحد. وساعات حتى يقول لك اطرح التو ديستانس، يعني ايه؟ يعني هات المسافة ما بين النقطة رقم 2 لعند الريكوردنج الكترود، واطرح منها المسافة من عند الاستيمولس رقم 1 لبرضه ريكوردنج الكترود عشان تجيب المسافه بين الاستيمولس رقم 2 والاستيمولس رقم 1. هي هياها ان انت بدل ما تطرحهم تقيس المسافه على طول ما بين الاستيمولس رقم 1 والاستيمولس رقم 2، بدل ما تقوم جاي قايس من اس 2 لحد ريكوردنج الكترود ومن اس 1 لحد ريكوردنج الكترود وتطرحهم من بعض. يبقى هي هياها، مش هتفرق لو قريتها كده ماشي، لو قريتها كده ماشي. طبعا هو هنا في الرسمة دي هو حاطط الالكترود الريكوردنج الالكترود في مكان غلط عند فوق، بس طبعا يعني معذرة، هو المفروض زي ما اتفقنا تتحط على الهايبوثينر ايمينس زي ما اتفقنا. لو تاخد بالك كمان في الرسمة في الكترود مع نفسه كده محطوط متوصل بالارض اسمه جراوندنج الكترود او الارضي، هقول لكم فايدته ايه واحنا بنشرح في التجربة. زي ما حضرتك شايف في الرسمة دي، ناخد الأول رقم 2 دي، عملت الاستيميوليشن في نقطة فوق وقعدنا فترة على ما حصل ريكوردنج المصل كونتراكشن زي ما حضرتك شايف كده. رسمنا الليتنسي رقم 2 أو الليتنسي عند الإلبو، وبعد كده عملت استيميوليشن اللي هي رقم 1 دي أباف ذا ريست، وبعد كده قعدنا فترة على ما حصل ريكوردنج المصل كونتراكشن وبالتالي سميناها الليتنسي عند الريست، وبالتالي السرعة بتساوي الديستانس اللي هي المسافة بين النقطتين على التايم اللي هو فرق التو ليتنسي. طيب يا جماعة، ايه الحاجات اللي ممكن تؤثر على سرعة التوصيل العصبي في الأعصاب؟ زي ما حضرتك عارف ان العصب عبارة عن اكسون يحيط بما يلي. يبقى بالعقل والمنطق لو الاكسون ده انضرب باظ لأي سبب من الأسباب، هيحصل نقص في سرعة التوصيل العصبي في هذا الاكسون، لان خلاص السلك نفسه باظ، انت مستني يحصل فيه توصيل كهربي او توصيل عصبي، مش هيحصل طبعا. بنسمي الحكايه دي اكزونوباسي، اوباسي يعني مرض واكزون يعني اكزون، اكزونوباسي يعني مرض في الاكزون بتاع العصب. في الاحتمال الاخر يا جماعه ان المايلين هو اللي ينضرب يبوظ، وبالتالي طبعا ده هيقلل سرعه التوصيل العصبي لان ما عادش فيه مايلين شيز. بنسمي الحكايه دي مايلينوباثي، مايلين يعني مايلين واوباثي يعني مرض او ديزيز، مايلينوباثي يعني مشكله في المايلين شيز. وتقدر حضرتك تقول ان مايلينوباثي مع الاكزونوباثي بنسميهم بريفرال نيوروباثي، يعني ديزيز في البريفرال نيرفز او مرض في الاعصاب الطرفيه، او بنسميه مجازا التهاب الاعصاب الطرفيه. تمام يا جماعه؟ يبقى اي حاجه تؤثر على المايلين شيز او اي حاجه تؤثر على الاكزون نفسه هيؤثروا على التوصيل العصبي في الاعصاب المختلفه. على هذا الأساس بقى، إمتى نحتاج نعمل أسسمنت لسرعة التوصيل العصبي في الأعصاب؟ لو في مرض في الأعصاب، لو في نيوروباثي بالعقل والمنطق. وهنقول لحضرتك دلوقتي مثالين مشهورين جدا على هذا الكلام. أول مثل حاجة اسمها الكاربال تانل سندروم، والمثل الثاني حاجة اسمها الدايابيتيك نيوروباثي بسبب مرض الدايابيتس ميليتس أو مرض السكر اللي حضراتكم بتسمعوا عنه. ناخد اول حاجه الكاربال تانل سندروم باختصار شديد يا جماعه. انا عندي نفق، عندي تانل موجود عند الكاربال بونز، عند الريست، عند الرزغ.
التنل ده بيبقى معمول زي ما حضرتك شايف، لان فيه الكربال بونز، والكربال بونز دي حضراتكم ان شاء الله هتاخدوهم في الاناتوم بقى لو تفتكروا. سوسو لازم تلعب بكره، تكسب تخسر كله هزار. هما بيقولوها كده على حسب اول حرف من كل كربال بون. هتعرفوا الكربال بونز دي بالتفصيل. الكربال بونز دي متغطيه او متقفله من فوق بحاجه اسمها الفليكسور ريتيناكولم، يعني زي ما تقول فايبرس شيس كده قافل على الكربال بونز من فوق، وما بين الفليكسور ريتيناكولم ده فوق والكربال بونز تحت ماشي بعض الاستراكشرز. بنسمي المكان ده كله كربال تانل. ليه؟ لان هو تانل نفق كده زي النفق اللي بيتعمل في الشارع، نفق كده موجود عند الريست، بيبقى تحته الكربال بونز وبيبقى فوقه الفليكسور ريتيناكولم، او تقدر تقول عليه فايبرس شيس، يعني حيطه سد كده من الفايبرس تيشو مغطيه الحته دي، سقف المكان ده من فوق. وهذا المكان زي ما اتفقنا بيمشي فيه استراكشرز، هتعرفوها طبعا في الاناتومي بالتفصيل. من ضمن الاستراكشرز اللي بتمشي في هذا المكان العصب اللي اسمه الميديان نيرف. العصب اللي اسمه الميديان نيرف ده احد الاعصاب المهمه جدا اللي بتغذي الابر ليمب او الطرف العلوي، اللي حضرتك شايفه في الرسمه اللي على اليمين دي، اللي هو الترانك الاصفر ده، شايف ماشي تحت الفايبر الشيز ده، وبالتالي سهل جدا ينضغط عليه لأي سبب من الأسباب زي ما هنشوف وتحصل فيه مشكلة. طيب أنا قلت لك في هذا المثل المرض اللي اسمه الكاربر تانل سندروم، وما جبت سيرة الأنا نيرف أصلا اللي أنا كنت بتكلم عنه، لأن ببساطة شديدة يا جماعة الأنا نيرف بيمشي فوق الفليكسور ريتيناكولم ده، وبالتالي مش هيحصل له كومبريشن لأي سبب من الأسباب عند هذا المكان. مشكلة الميديان نيرف ان هو ماشي تحت الفليكسور ريتيناكولم ده، وبالتالي سهل جدا ينضغط عليه لانه فوق الفليكسور ريتيناكولم وتحته الكاربال بونز، وبالتالي المكان ده ضيق جدا، عشان كده هم سموه تانل يعني نفق، مكان ضيق جدا ماشي فيه حاجات كتير، سهل جدا اي حاجة تحصل في هذا المكان زي ما هنشوف تؤدي الى كومبريشن على الميديان نيرف. عشان كده حتى ساعات يسموا السندروم دي حاجة اسمها ميديان نيرف انترابمنت نيوروباثي. ميديان نيرف اللي هو الميديان نيرف انترابمنت يعني محشور، اتحشر في المكان ده، نيوروباسي لان الحشره بتاعت الميديان نيرف دي ادت الى مشكله في الميديان نيرف، هيبان تاثيرها زي ما هنشوف دلوقتي. يبقى الكربال تانل سندروم فهمنا يعني ايه كربال تانل، وعرفنا ليه هو تانل، وعرفنا الباوندرز بتاعته، وعرفنا ان الميديان نيرف بيمشي تحت هذا الفليكسور ريتيناكولم داخل هذا التانل، عشان كده عرضه يتحشر لاي سبب من الاسباب في هذا المكان. زي ما حضرتك شايف كده ده الكاربال تانل، صورة أخرى ليه، ده الفليكسور ريتيناكولم بيسموه ترانسفيرز كاربال ليجامنت، وتحته الكاربال بونز، وفي النص فيه الكاربال تانل ماشي معاه طبعا تندونز بتاعة الفليكسور ماسلز، جوه كلهم كده مع بعض جوه الكاربال تانل زي ما اتفقنا. هذا المرض يا جماعة بيصيب غالبا الفيميلز لأسباب كثيرة، من ضمنها إن الفيميلز بيبقى الريست عندهم سمول، بتبقى أصلا الحتة دي عندهم ضيقة إلى حد ما. في نفس الوقت طبعا الشغل اللي هم بيعملوه سواء مثلا شغل البيت أو حاجات زي كده، كل ده طبعا بيؤثر على الفيتاليتي بتاعة الأعصاب وبيؤثر على هذا المكان، سهل جدا يحصل التهاب في هذا المكان ويضغط على الميديان نيرف. وطبعا عشان حضرتك تبقى فاهم حكاية الضغط على العصب، الضغط هيضغط عليه يا جماعة في أي مكان ضيق، يعني لو مكان واسع العصب ممكن يستحمل شوية ضغط ما يضغطش عليه بشكل دايركت، انما مشكلة اي مكان ضيق في الجسم عموما ان لو حصل يعني حتة بلية صغيرة كده وجدت في هذا المكان، يعني لا سمح الله ورم طلع، لا سمح الله لينف نود كبرت، لا سمح الله شوية فلويد اتجمعوا في الحتة دي، اي حاجة اي حاجة في المكان الضيق ده ممكن تسمع بشكل كبير جدا وتضغط على العصب. انما لو نفس الحاجة دي جت في مكان واسع خلاص الدنيا واسعة، وبالتالي مش هي الحاجة اللي طلعت دي اللي قد البلية دي هتسيب المكان الواسع وتضغط على العصب، مش هتستقصده يعني. انما مشكلة المكان الضيق عموما ان ده مكان كومبريشن يسمع ويعمل لك مشاكل كثيرة جدا، لان المكان الضيق ده زي ما اتفقنا الدنيا فيه ضيقة، وبالتالي سهل جدا ينضغط على العصب. هذا المرض زي ما اتفقنا وبيصيب الفيميلز، وزي ما حضرتك شايف كده قلت لك من شويه ان الميديال 1 اند هاف فينجرز بيبقى بيتاخد السيرتيو سبلاي بتاعهم بالانال نيرف، واللاترال 3 اند هاف فينجرز يعني الثلاثه ونص فينجرز اللي بره
اللي هما الثامب والاندكس والميدل ونص الرينج فينجر زي ما حضرتك شايف في الرسمة كده، بيحصل لهم سنسوري سبلاي عن طريق الميديان نيرف. وبالتالي الميديان نيرف يا جماعة لما ينضغط عليه المريضة تحس بآلام الونج المنطقة اللي حضرتك شايفها دي، تيجي تشتكي لحضرتك ان انا عندي تنميل وعندي حرقان وعندي شكشكة وعندي وجع في هذا المكان. وطبعا الموضوع في اوله بيبقى فيه سنسوري مانيفستيشنز، لو حضرتك الموضوع زاد عندها بيبدأ فيه تأثير على العضلات كمان اللي بتبقى سبلايد بالميديان نيرف اللي هي الثينر ماسلز، وبالتالي يبدأ يحصل ضمور في عضلات الايد وتبدأ تحصل ان هي مش قادرة خالص بقى انها تمسك او تقبض على الاشياء او تعمل حتى شغل البيت وخلافه. طيب ايه هي يا جماعة الاسباب اللي ممكن تؤدي للكاربال تانل سندروم دي او الميديان نيرف انترابمنت نيوروباثي؟ في اسباب برايمري وفي اسباب سكندري. برايمري دي بيسموها ايديوباثيك، يعني مش معروف، يعني ممكن حضرتك تقعد تدور في العيانة ما تلاقيش عندها سبب واضح فخلاص بنسميها ايديوباثيك، يعني ما لهاش سبب. وفي اسباب سكندري، يعني في سبب ثانوي ادى الى هذا الشيء. قد يكون هذا السبب السكندري فيسيولوجيكال، يعني حاجه فيسيولوجيه بحته زي البريجننسي. معروف ان الحمل بتزيد في بعض الهرمونات اسمها البريجننسي هرمونز، ومن ضمن الاكشن بتاع البريجننسي هرمونز دي انها بتعمل حاجه اسمها سولت اند ووتر ريتينشن، هنتكلم عنه ان شاء الله في معمل الاديمه. هذا السولت اند ووتر ريتينشن لما الميه والاملاح يبقوا ريتيند في الجسم كله، يجوا بقى يسمعوا قوي عند الحته دي زي ما اتفقنا، لان الحته دي ضيقه، وبالتالي اي شويه ميه واملاح يتجمعوا في هذا المكان على طول يحصل اديمه في المكان ده، وبالتالي ينضغط بسهوله جدا على الميديان نيرف في هذا المكان، وده مشهور بيحصل مع البريجنانسي. في اسباب تانية سكندري باثولوجيكال، من ضمنها حاجه اسمها الروماتويد ارثرايتس او مرض الروماتويد لو تسمعوا عنه، لان بيبقى فيه مشكله في العظيمات الصغيره او الدقيقه دي بتاعه الكاربال بونز، بيبقى فيها مشكلة بيبدأ يحصل فيها ديفورمتس بشكل أو بآخر. الديفورمتس دي تقوم جاية مقللة كمان المكان ده أو مضيقاه كمان، وبالتالي يحصل كومبريشن على الميديان نيرف. لو في مثلا فراكشر في هذه الكاربال بونز زي حاجة اسمها فراكشر اسكافويد، العظمة المكسورة دي هيحصل حواليها التهاب، والالتهاب يعني تورم وإديمة وأكيوميليشن أوف فلويد في هذا المكان، وبالتالي برضه هينضغط على الميديان نيرف. في بعض الاسباب اندوكراينال زي الدايبيتس او مرض السكر، لان الفليكسور تندونز اللي هي حوالين الميديان نيرف في الكاربال تانل دي بيحصل لها التهاب بسبب الهايبر جلايسيميا وزياده السكر المستمره، لما الاوتار دي تلتهب يحصل فيها برضو اديمه وتضغط على الميديان نيرف بنفس الميكانيزم. في حاجات تانية زي الميكسيديما. الميكسيديما دي بيحصل اندوكراينال ديس اوردر، سواء بيحصل معاه نقص في الثيرويد هرمون او بعض الاحيان بتبقى زيادة في الثيرويد هرمون، هتعرفوا ان شاء الله الكلام ده في اوانه. ما يعنينا ان الميكسيديما دي بيحصل فيها accumulation of myxedematous tissue، يعني شوية ميوكوبوليساكرايد كده تبقى accumulated في التيشوز المختلفة تعمل لنا تورمات، ولكن تورمات بسبب accumulation of myucopolysaccharides. لو هذه الميوكوبوليساكرايدز اتكومت وتراكمت برضو في هذا الكاربال تانل تضغط بسهوله جدا على الميديان نيرف. كذلك برضو في حاجه اسمها الاكروميجالي. الاكروميجالي دي مرض بيحصل بسبب زياده الجروث هرمون، لو تخيل كده معايا حضرتك الجروث هرمون زاد وبالتالي يبدا يعمل جروث في الكاربال بونز وجروث في التندونز وجروث في الاشياء اللي موجوده في هذا المكان، وبالتالي كل هذا الكلام هيضغط على الميديان نيرف. طبعا في اسباب كثيره، انا جبت لكم يعني الحاجات الاشهر زي ما حضرتك شايف كده. في حاجه اسمها ميديكال نيمونكس، يعني بيلخصوا اسباب في كلمات والاحرف الاولى من كلمات، زي ما حضرتك شايف كده ميديان نيرف ترابت يعني محشور، يبقى الام تشير الى الميكسيديما، والاي الاديما عموما او السولت اند ووتر ريتينشن، والدي دايابيتس، والاي ايديوباثيك، والاي اكروميجالي، والان نيوبلازم. لو اي تيومر لا سمح الله طلع في هذا المكان هيضغط على الميديان نيرف. تي تروما، خبطه ادت الى انفلاميشن في هذا المكان. روماتويد ارثرايتس الار، اي امايلويدوزس حاجه هتاخدوها ان شاء الله في الباثولوجي بيبقى في اكيومنيشن اوف امايلويد تيشو، نفس فكره الاكيومنيشن بتاع الميوكوبولي ساكرايد او الووتر او اي حاجه تبقى اكيومليتد. واخر حاجه البريجنانسي،
اعرف الاسباب زي ما انت عايز تعرفها بالشكل اللي يريحك وبالشكل اللي يخليك تعرف تسترجعها، هو ده الهدف، سواء ان انت تقسمها في دماغك برايمري وسكندري وتقعد تقسم السكندري تشوف بقى ايه الاسباب اللي تحت كل واحده، سواء فيسيولوجيكال باثولوجيكال، حتى لو باثولوجيكال تقعد تقسمها مثلا كونجينيتال انفلاماتوري تروماتيك نيوبلاستيك فاسكولار ميسلينيوس، اي حاجه قسمها زي ما تقسمها، قسمها بالميديكال نيمونكس، قسمها زي ما انت عايز، المهم تعرف الاسباب. نفس الكلام اللي انا قلته لحضرتك، اتكلمنا عن الميديان نيرف انترابمنت وما جبناش سيره الانا نيرف في الانترابمنت، لان الانا نيرف زي ما حضرتك شايف كده ماشي فوق الكربل تنل، وبالتالي الدنيا معاه ماشيه واسعه ومبحبحه ومرحرحه، وبالتالي مفيش اي حد هيضغط عليه. انما مشكله الميديان نيرف ان هو ماشي تحت الترانسفيرز كاربال ليجمنت او الفليكسور ريتيناكولوم ده، وبالتالي ماشي في منطقه ضيقه جدا معاه ستراكشرز كثيره جدا اللي هي التندونز بتاعه الفليكسور ماسلز، وبالتالي وتحته كمان في الكاربال بونز، فالدنيا ضيقة جدا، وبالتالي أي حاجة في هذا المكان هتضغط على الميديان نيرف وتعمل لنا المشاكل اللي قلناها. وحضرتك بتشخص الكاربال تانل سيندروم في تو ساينز مهمين جدا بنعملهم للعيان. أول حاجة حاجة اسمها الفالين تيست. الفالين تيست ده زي ما حضرتك شايف بتخلي العيان يعمل إيده بهذا الشكل، بيعمل فليكشن عند الريست 90 درجة من الناحيتين، ويفضل عامل كده حوالي من 30 ل 60 ثانية، يعني يفضل دقيقة مثلا عامل هذا البوزيشن. لو تاخد بالك ان البوزيشن ده بيثني الميديان نيرف، وبالتالي بيزود الكومبريشن عليه، وبالتالي لو في فعلا عند الشخص ده كاربال تانل سيندروم هتلاقي في تنميل وشكشكة وحرقان وآلام في ايده اللي هي المنطقة اللي بتبقى سبلايد بالميديان نيرف، اللي هي زي ما اتفقنا اللاترال 3 اند هاف فينجرز. ويبقى انا كده بشخص او بدايجنوز، او تقدر تقول عليها دايجنوستيك فيتشر بتاعه الكاربال تانل سيندروم، يعني خلاص العيان ده غالبا فعلا الميديان نيرف مضغوط عليه في هذا المكان، لان انا لما عملت البوزيشن ده زودت الكومبريشن على الميديان نيرف، وبالتالي اظهرت هذا الكومبريشن في صوره الاعراض اللي العيان بيحس بيها. ولك ان تلاحظ ان الفالين تيست في فليكشن، حتى شكل الايد عامله حرف الاف عشان ما تنساش. الساين الثانية اسمها تينلز ساين، والتينلز ساين دي باختصار انك بتيجي عند الميديان نيرف وتعمل عليه تابنج، يعني تقوم جاي ضارب عليه كده كذا مرة. لما تقعد حضرتك تضرب على الميديان نيرف كأن حضرتك بتعمل له استيميوليشن، وبتزود حضرتك حتى الكومبريشن عليه، وبالتالي برضو نفس الكلام يبدأ العيان يشتكي من تنميل وشكشكة وحرقان في المنطقة اللي بتبقى سبلايد بالميديان نيرف اللي هي 3 اند هاف لاترال 3 اند هاف فينجرز، والمنطقة من البالم اوف ذا هاند اللي قصادها على طول، بنسمي الساين دي تينلز ساين. وبرده نفس الكلام تينلز ساين بحرف التي بيبقى فيها تابنج للميديان نيرف. العلاج يا جماعة بتاعة الكاربال تانل سيندروم دي هتقعد بقى حضرتك طبعا تشوف السبب وتعالجه. لازم حضرتك تتخلص من السبب علشان خاطر تخلص نفسك من الأعراض، ما ينفعش حضرتك تسيب السبب الرئيسي وتقعد تدي العيان في أدوية مسكنات بقى أو مضادات للتورمات وخلافه، وأنت سايب السبب الرئيسي ينهش في الميديان نيرف ويعمل كومبريشن عليه كمان وكمان، لحد ما نوصل في مرحلة بقى الأتروفي أو الضمور في العضلات، ونقول ساعتها طبعا يا ليل يا عين، لأن خلاص بقى ما عادش فيه ضمور في العضلات، مش هترجع تاني. فلازم حضرتك تشوف السبب وتعالجه، وإلا يبقى حضرتك بتأذي العيان لما تقعد تديله في مسكنات على الفاضي. طبعا الأدوية اللي بتتاخد بيتاخد أنالجيزكس مسكنات، بيتاخد حاجات أنتي إنفلاماتوري مضادات للالتهاب علشان تخفف التورم اللي موجود في هذا المكان وتقلل الكومبريشن، بتدي حاجات أنتي إديمتس يعني حاجات عشان تقلل التورمات بشكل أو بآخر، بتدي فيتامينات علشان خاطر تحسن الفيتاليتي بتاعة الميديان نيرف أهو، يعني بتسنده شوية. طبعا في الآخر خالص ممكن تلجأ حضرتك إنك تحقن كورتيزون لوكال في هذا المكان، علشان الكورتيزون بيشتغل كأنتي انفلاماتوري وأنتي إديمتس إفكت. في الآخر خالص ممكن الجراحين الأفاضل يدخلوا يقصوا خالص بقى الفليكسور ريتيناكولوم ده، يقصوه وبالتالي يعملوا ريليس
لهذا الكومبريشن، بدل ما الفليكسور التناكلون ضاغط على الميديان نيرف والميديان نيرف تحته مزنوق ومضغوط ومخنوق مش عارف ياخد نفسه، فتقوم جاي حضرتك قاصص الفليكسور التناكلون زي ما انت شايف كده، وبالتالي تعمل ريليس للضغطه دي، وبالتالي الميديان نيرف خلاص ما تبقاش في حاجه ضاغطه عليه من فوق، وبالتالي يشم نفسه شويه والكومبريشن اللي عليه يهدى. وطبعا زي ما اتفقنا اهم حاجه في هذا الكلام انك تعالج السبب. الحاجه الثانيه اللي هنتكلم عنها سريعا الدايبيتس او مرض البول السكري او مرض السكر. زي ما حضراتكم عارفين او هتعرفوا ان شاء الله بعد كده ان السكر له نوع اسمه تايب 1 وله نوع اخر اسمه تايب 2. تايب 1 ده بيبقى عنيف وبيجي في سن صغيره، تايب 2 بيبقى اهدى شويه وبيجي في سن متقدمه. وضعفات مرض السكر حتميه والزاميه، ولكن المريض اللي بيحافظ على نفسه في العلاج وفي الأكل وفي ممارسة الرياضة وخلافه، المريض اللي بيعمل كده بيأخر وبيطول الفترة الزمنية اللي ما بين ظهور مرض السكر والمضاعفات بتاعته، أو تقدر تقول عليه بيأجل المضاعفات، ولو حصلت بتحصل بصورة ضئيلة جدا، ممكن حتى العيان ما يحصلوش مشاكل جامدة وما يحسش بيها. من ضمن المضاعفات بتاعة مرض السكر إن هو بيعمل دامج في الاعصاب، وبالتالي بنسميها دايابيتيك نيوروباثي، وده بيبقى بسبب ان مرض السكر بيؤثر على البلاد فيسلز اللي بتغذي الاعصاب، وبنسمي الحكايه دي مايكرو دايابيتيك مايكرو انجيوباثي، يعني انجيو يعني بلاد فيسل، ومايكرو يعني صغير، واوباثي يعني مرض، ودايابيتيك يعني دايابيتس، يبقى اوباثي او ديزيز في البلاد فيسلز الصغيره اللي بتعمل سبلاي للاعصاب المختلفه. وزي ما اتفقنا هذا الكلام بيحصل مع مرض السكر كمضاعفات لهذا المرض، وبيحصل هذه المايكرو انجيوباسي في ثلاث اماكن اساسيه من ضمنها الكيدني، عشان كده بيحصل مشكله او قصور في وظائف الكلى، وبتحصل في الاعصاب عشان كده بتحصل مشكله في الاعصاب، وبتحصل في البلاد فيسلز بتاعه الشبكيه بتاعه العين علشان كده بيحصل نفروباثي وبيحصل نيوروباثي وبتحصل ريتينوباثي. من ضمن الاعراض المهمه جدا زي ما اتفقنا بتاعه مرض السكر ومضاعفاته اللي هي النيوروباسي دايبيتيك نيوروباسي، يعني التهاب في الاعصاب الطرفيه، بيجي هذا المريض ربنا يعافينا واياكم يشتكي من الام في صوره تنميل وشكشكه وحرقان في البريفرال نيرفز، بتيجي في حاجه اسمها جلاف وستوك ديستريبيوشن. جلاف يعني جوانتي وستوك يعني شراب، يعني في منطقه الجوانتي والشراب على الناحيتين، كان هذا المريض لابس جوانتي في ايديه الاثنين وشراب في رجليه الاثنين. هذا الجوانتي وهذا الشراب مكون من شوك وتنميل وحرقان في المناطق دي. طبعا زي ما اتفقنا الموضوع بيبقى واحدة واحدة وبعدين يبدأ يتفاقم مع الوقت، خصوصا في المريض اللي هو مهمل أو مش مظبط أكله أو مش بيتابع مرض السكر عنده مع الطبيب المعالج بتاعه، تبدأ الأعراض تزيد، يبدأ الموضوع يزحف واحدة واحدة بحيث إن هو يبقى افكت كل الاعصاب في الجسم كله. وطبعا احد المضاعفات بتاعت هذا المرض او هذه المشكله ان مع الوقت الاعصاب الحسيه بتموت. لك ان تتخيل العصب الحسي لما يموت يبقى الاورجان اللي العصب الحسي بتاعه ده مات، انا مش هحس باي حاجه خالص عنده. علشان كده تلاقي هذا الشخص ممكن وهو ماشي في البيت الشبشب يقع من رجله وهو ما يحسش بيه اصلا، هو واقع فين لان هو مش حاسس اصلا برجليه. ممكن لا قدر الله يتشوك او يدخل في رجله مسمار او يتلسع في رجله او في ايده وهو اصلا ما هوش حاسس باي حاجه، وتلاقي الدم نازل من ايده وانت تقول له يا عم خد بالك ده انت اتعورت، وهو هيقول لك والله انا ما حسيتش باي حاجه. طبعا مشكله كبيره جدا، لازم علشان كده ناخد بالنا من مضاعفات السكر ونتعامل معاها بجديه، ونتعامل مع مرض السكر بجديه علشان نتفادى حدوث هذه المضاعفات. من ضمن الحاجات اللي حضراتكم بتسمعوها
هو الفيتامين بي كومبلكس اللي بيتاخد في مريض السكر بشكل او باخر، علشان خاطر فيتامين بي ده بيحسن الفيتاليتي بتاعه الاعصاب، وبيحسن عمليه الريجنريشن بتاع الاعصاب، وبيحسن عمليه تكوين المايلين شيث، وبالتالي كل هذا الكلام بيزود حيويه الاعصاب. ولكن لا اخفيكم سرا، مفيش جدوى ان حضرتك تقعد تدي فيتامينز من غير ما تحاول تعالج السبب الرئيسي الا هو مرض السكر. مهم جدا الدايت كنترول في هذا الشخص، لازم المريض ده يظبط اكله، لازم في حاجات ممنوعة تماما عن هذا المريض اللي هي اي حاجة فيها سكر او معمولة بالدقيق الابيض، يعني الجاتوهات والطرط والحلويات والبسبوسة والكنافة كل هذا الكلام ممنوع، العيش الشامي اللي معمول بالدقيق الابيض ممنوع، السكريات عالية او الفواكه عالية السكر زي العنب والتين والمانجا والبلح كل ده طبعا ممنوع. يستبدل هذا الشخص دايما اكله بالعيش السن او العيش اللي فيه ردة او الدقيق الاسمر زي ما بيسموه، لان هو بيشبع وكذلك بيقلل امتصاص الجلوكوز من الامعاء. في نفس الوقت برضو يكثر هذا الشخص من تناول الخضروات والفواكه، لان هي غنية طبعا غير اللي انا قلتهم دول، لان الخضروات والفواكه غنية بالفيتامينز، في نفس الوقت بتدي احساس بالشبع لانها بتملى البطن، وبالتالي تقلل كمية الاكل اللي هذا الشخص بياكلها. كل الكلام ده يا جماعة مهم، لان حضرتك مهما قعدت تعبي العيان ده في ادوية للسكر من غير ما يظبط اكله انت ما بتعملش اي حاجة، لان مجرد ان انت بس بتديله ادوية، والادوية دي بشكل او باخر بتتعب الكلية بتاعته علشان وبتتعب الكبد وخلافه، ولكن هو كده كده مبوظ الدنيا بسبب الاكل اللي هو بياكله. وبالتالي لازم هذا الشخص ياخد باله جدا من حكاية الدايت كنترول. طبعا لو هيشرب كوباية شاي مثلا يبقى معلقة واحدة كده ومعلقة واحدة بالعافية كده ممسوحة ما هياش مليانة. كل طبعا هذا الكلام مهم جدا ان حضرتك تعلمه للعيان بتاعك وتأكد له عليه علشان يعرف ان الموضوع ده مش هزار. تاني حاجة الويت كنترول، يعني هذا الشخص ما ينفعش يبقى اوبيز تخين، لان ببساطة الاوبيزتي هتعرفوا بعد كده انها بتعمل حاجة اسمها انسولين ريزيستنس، يعني بتقلل استجابة الخلايا للانسولين، وبالتالي بتساهم في زيادة الجلوكوز في الدم بشكل مستمر، فلازم يخس بشكل او باخر. الاكسرسايز لازم هذا الشخص يلعب رياضة، وليكن خالص المشي، لو ما هوش عارف يلعب رياضة لأي سبب من الأسباب المشي يا جماعة، لأن ممارسة الرياضة وعلى رأسها المشي بتساعد في حرق الجلوكوز، وبالتالي الجسم يتخلص من الكرونيك هايبر جلاسيميا اللي موجودة في دم هذا الشخص باستمرار. كذلك برضو بتحسن الدورة الدموية اللي هي أصلا بيبقى فيها مشكلة بسبب مشاكل السكر على الأوعية الدموية. في نفس الوقت لازم حضرتك تعلم العيان بتاعك الامرجنسيز اللي هي ممكن تحصل لا سمح الله بسبب مرض السكر، يعني لازم حضرتك تعلمه ان هو يبقى حاطط مثلا بسكوت في جيبه او بونبونايه او حاجه او عصير او حاجه مسكره معاه، عشان لو حس باعراض الهايبوجلايسيميا على طول ياخد الحاجه المسكره دي. اعراض الهايبوجلايسيميا بقى اللي هو العرق، اللي هو الدوخه، اللي هو الهبطان، اللي هو الخفقان في القلب، زيادة ضربات القلب، الهبطان، الدوخان، كل هذا الكلام لازم هو يكون متعلمه كويس عشان لو حصل يلحق نفسه او حتى اي حد حواليه يلحق. كذلك برضو يا جماعة الفولو اب مهم جدا، موضوع المتابعة في مرض السكر يمكن اهم من كل الكلام اللي احنا قلناه. الفولو اب انك تتابع، ما ينفعش تقول انا باخد العلاج وخلاص، مفيش حاجه اسمها كده، افرض العلاج مش جايب نتيجه، افرض محتاج نزود الجرعه، افرض حصل اي حاجه، لازم فولو اب. فولو اب بقى انك تروح الدكتور المعالج بتاعك يكشف على حضرتك، تعمل فولو اب تشوف مضاعفات السكر لا سمح الله حصلت ولا لا، تعمل فولو اب دايما تشوف الفاستنج بلاد شوجر، السكر الصايم، التو اور بوست برانديا اللي بعد الاكل بساعتين، وتشوف حاجه اسمها السكر التراكمي اللي هو اسمه اتش بي اي 1 سي، اللي هو بيبين لحضرتك الجلايسيميك ستيت في اخر 3 شهور، تعرف بالظبط السكر في اخر 3 شهور اخباره ايه عند هذا العيان، تشوف الليبت بروفايل، لان مرض السكر يؤدي الى زياده في نسبه الدهون في الدم، وبالتالي هذه الدهون تترسب وتتراكم في الشرايين وتعمل تصلب في الشرايين وتعمل مشاكل كثيره، وبالتالي
تعمل متابعة لوظائف الكلى باستمرار، لأن السكر بيؤثر على الكلى. عموما يعني مقصد القول فولو اب، ما ينفعش حضرتك تسيب الشخص بتاعك كده من غير فولو اب. لازم حضرتك بصفتك الطبيب المعالج، او حتى ايفن لو لا سمح الله قريبك او حاجه، لازم حضرتك تعمل الاديوكيشن بمثل هذه الاشياء، علشان خاطر الحاجات دي مهمه جدا 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 مع العلاج. تعالوا بقى بينا نروح للتجربة بتاعتنا ونشوف ازاي هنعمل قياس للنيرف كوندكشن دروبسي في الاندر نيرف. زي ما حضراتكم شايفين، دي الوحدة بتاعة جهاز البايو باك، ودي الشاشة بتاعته، وعندنا هنا الهيومن ستيميوليتور سيلف ستيميوليتور الكترود، اللي هو المفروض اللي بيدي الاشاره الكهربائيه اللي هتعمل ستيميوليشن للعصب. بعد كده عندي هنا 3 الكترود، الابيض ده اسمه ريكوردنج الكترود، اللي هو عباره عن سيرفيس الكترود، يعني الكترود بيقيس الاي ام جي او انقباض العضله عن طريق السيرفيس. انت عشان تقيس الاي ام جي او الالكترومايوجرافي او انقباض العضله، عندك تو تايبس اوف الكترود. في حاجه اسمها نيد الالكترود، اللي هو الابره بتغزها جوه العضله عشان تقيس الكهرباء اللي طالعه في العضله، وفي حاجه تانيه اسمها سيرفيس الكترود، اللي انت بتحطه على السيرفيس من بره. طبعا النيد الالكترود الامبليتيود بتاعه في القياس بيبقى اعلى، لان انت داخل جوه العضله، انما السيرفيس الكترود بيبقى اقل شويه، ولكن هنستعيض عنه هنا في القياس. الابيض ده اللي هو ريكوردنج الكترود، او بيسموه ساعات اكتيف الكترود. وبعد كده في الكترود لونه احمر باين في القياس، ده اسمه ريفرنس الكترود، مجرد ان هو بيقفل الدايره الكهربيه بتاعتي. وبعد كده في الكترود لونه اسود، اللي هو الارضي، اللي اسمه جراوند الكترود. وفكره الالكترود الارضي ده، لان احنا موصلين اصلا السيستم كله بالكهرباء، فالكهرباء زي ما انتم عارفين ال 120 فولت بتاع الكهرباء ده انا موصله على العيان، فممكن لا قدر الله يحصل اي تسريب كهربي والعيان يتكهرب، وانا كمان اللي بعمل له البروسيدور ده اتكهرب معاه. وبالتالي الجراوند الكترود ده مهمته ان هو يسرسب الكهرباء الزياده علشان يخلصني من اي ريسك، سواء على البيشنت او على الدكتور اللي بيعمل، او حتى على الجهاز، ممكن لو اي كهرباء زادت تقوم جايه مولعه الجهاز وعامله فيه قفله. في نفس الوقت الجراوند الكترود ده له وظيفه تانيه، اللي هو بيخلصنا من تاثير النويز، او بيسموها الالكتريكال انترفيرنس. يعني انا دلوقتي شغال في سيشن، عندي لمض، عندي مروحه، عندي تكييف، عندي كمبيوتر شغال، عندي اي سورس اوف الكتريستي حواليا، ده ممكن كله ينترفير مع السيجنالز اللي بتتقاس عن طريق الالكترودز دي. وبالتالي الجراوند الكترود مهمته سيفتي للدكتور وللعيان وللجهاز، وفي نفس الوقت يخلصني من التأثير بتاع النويز او الكتريكال انترفيرنس، اللي هو التشويش اللي بيتداخل بسبب تداخل المجالات الكهرومغناطيسيه مع الجهاز. يبقى دلوقتي عندي الجراوند الكترود لونه اسود، حطيته على الدورز اوف ذا هاند. وبعد كده عندي ريكوردنج الكترود اللي هو الابيض او اكتيف الكترود، انا حطيته على العضله اللي هي اسمها الهايبوثينر مصر، اللي هي سبلايد بالانر نيرف، اللي انا هعمل له اكزامينيشن دلوقتي النيرف كوندكشن فيلوسيتي بتاعته. احنا عندنا الايد، كلوه الايد اللي فوق دي اسمها السينر مصل، بتبقى سبلايد بالميديان نيرف، وبعد كده تحتها حاجه اسمها هايبوثينر مصل، يعني العضلات اللي هي تحت السينر مصل اسمها هايبوثينر مصل، بتبقى سبلايد بالانر نيرف. وبالتالي دي اللي انا هحط عليها ريكوردنج الكترود علشان خاطر اقيس الكونتراكتيليتي بتاعتها واعمل لها اسسمنت لما اعمل استيميوليشن للنيرف اللي بيغذيها، اللي هو الانر نيرف. طب ليه انا اصلا اخترت الانر نيرف في الاكزامينيشن بتاعي؟ لان هو اكسسبل، سهل جدا ان انا اوصل له. ولو تاخدوا بالكم الانر نيرف ده هو اللي حضرتك بتحس بالكهرباء فيه لما تتخبط غصب عنك كده ورا في الحته اللي هي ورا الكور بتاعك، بتحس بكهرباء لانه اكسسبل جدا في الحته دي، وماشي على طول ورا الميديال ايبيكوندايل بتاع الهيومرس، وبالتالي سهل جدا ان انت توصل له وتعمل له اكزامينيشن. وبالتالي انا اخترته في الاكزامينيشن بتاعي للنيرف كوندكشن فيلوسيتي، وفي نفس الوقت هو سوبرفيشال جدا، وبالتالي اقدر اعمل له اكزامينيشن بسهوله. يبقى انا دلوقتي حطيت الالكترودز بتاعتي زي ما اتفقنا، وبعد كده عندي استيميوليتور اللي هو بيطلع الاشاره الكهربائيه اللي انا هكهرب بيها النيرف، واشوف التاثير
سرعة التوصيل العصبي في هذا النيرف عن طريق ان انا زي ما اتفقنا بحسب المسافة او اقسمها على الزمن زي ما هنشوف دلوقتي. المفروض ان انا عندي 2 بوينت زي ما اتفقنا في الشرح، بعمل لهم استيميوليشن مش بوينت واحدة عشان اتخلص من السينابتيك ديلي زي ما اتفقنا. بعمل استيميوليشن عند البوينت دي اباف الريست بشوية، وبعمل استيميوليشن عند البوينت دي اباف الالبو، يعني النقطة رقم 1 والنقطة رقم 2. وزي ما اتفقنا بقوم انا جاي حاسب المسافة بين الكاثود اللي هو القطب الثالث ده اللي بيطلع الكهرباء والريكوردنج الكترود، ودي المسافة رقم 1. وبعد كده بحسب المسافة ما بين الكاثود اللي هو القطب الاسود اللي حضراتكم شايفينه ده والريكوردنج الكترود، واحسب المسافة دي واسميها الديستانس رقم 2. وبعد كده هنعرف دلوقتي بحسب كمان التايم اللي اخدته الاشارة العصبية عشان توصل من النقطة دي الى الريكوردنج الكترود في المسافة الأولانية أو عند النقطة رقم 1. وبعد كده بعمل نفس الكلام، بشوف الزمن اللي خدته الإشارة العصبية عشان توصل فيه العصب من عند ما عملت أبليكيشن للستيمولس إلى لحد ما حصل كونتراكشن في العضلة، وأشوف الزمانين زي ما اتفقنا أطرحهم من بعض. المفروض إن إحنا عندنا الاستيميوليتور ده بيطلع كهرباء من 1 لحد 100 ملي فولت. حضرتك المفروض تبدأ مع العيان جرادولي، لان السنسيتيفيتي بتاعت كل عيان مختلفة. في عيان تديله 10 مللي فولت تلاقيه بيتنفض، وفي واحد تاني الثريشولد بتاعه يعني ممكن يستحمل لحد 80 90 لحد 100. فانت المفروض بتبدأ معاه جرادوال لحد ما تشوف كونتراكشن في العضلة، تلاقي العضلة بدأت ترعش كده لوحدها، هتشوفها بعينك وهتشوفها في الاي ام جي اللي هيترسم في الجهاز. من عند النقطة دي تعرف خلاص ان بقى في فعلا سيجنال بتترسم من العضلة دي عن طريق الريكوردينج الكترود، وتبدأ تحسب الحسابات بتاعتك. احنا كده فتحنا البرنامج بتاعنا، هنقول له ستارت يعني ابدأ التسجيل. بس حضرتك لازم زي ما اتفقنا تحدد الفولت اللي حضرتك عايز تديها للعيان. هفترض ان انا هبدأ ب40 فولت مثلا، تمام، وابدأ اعمل ابلكيشن اقول له ستارت يعني ابدا سجل لي. وبعد كده زي ما حضرتك شايف كده ببدا اعمل استيميوليشن. طبعا انت المفروض الاول بتحط جل، لان الجل ده زي ما حضرتك شايف كده بيساعد على التوصيل الكهربي، وبالتالي تسهل عمليه التوصيل، سواء ان انت تحطه على الالكترودز عشان تسهل الريكوردنج بتاعها وانها تبيك اب او تلتقط الاشاره الكهربيه اللي حصلت، في نفس الوقت تحطها مكان الاستيميليتور اللي حضرتك هتعمل له ابلكيشن، بحيث ان هي تسهل وتساعد التوصيل الكهربي اللي حضرتك بتعمله. هنبدا دلوقتي نعمل الاستيميليشن عند البوينت الاولانيه زي ما حضرتك شايف. انا مش شايف دلوقتي اي كونتراكشن حصل في العضلة ولا اي كونتراكشن بعيني، سواء في الجهاز او في الايد الشخص اللي انا بعمل له استيميوليشن، وبالتالي الامبليتيود بتاع الاستيميولاس ده قليل ومحتاج ان انا ازوده. هنزود كده، خليها مثلا 50. هنبدأ نعمل ابليكيشن للاستيميولاس زي ما اتفقنا. خد بالك احنا غلطنا غلطة ما خدناش بالنا منها، ان احنا اصلا قافلين الاستيميوليتور. في هنا زرار بيعمل اون اند اوف للاستيميوليتور، نعملها 40 تاني كده. هنعمل له اون علشان خاطر اصلا هو يبدأ يطلع لنا كهرباء زي ما حضرتك شايف. هنبدأ نعمل ريكوردنج عند النقطة الاولانية. مفيش اي استيميوليشن حصل عند الرقم اللي هو 40 ده، وبالتالي هزود شويه الامبليتيود بتاع الاستيمولس، خليها 50 مثلا، ونبدا نعمل استيميوليشن زي ما اتفقنا. بدا يحصل زي ما حضراتكم شايفين كونتراكشن بسيط خالص اهو، مش عارف حضراتكم هتشوفوه ولا لا، هعمل لكم زومنج عليه كده علشان تشوفوه اهو. ده الكونتراكشن يا شباب اللي حصل في العضلة اللي حصل له بيكينج اب او
تسجيل ريكوردنج عن طريق الريكوردنج الالكترود الابيض ده، والاستيميوليشن احنا اتفقنا ان احنا عملناه في البوينت دي. ده الخط الازرق ده يدل على الاستيمولوس اللي حضرتك شغلته، يعني اول الكهرباء ما طلعت هو رسم لك الحته دي، معناها ان انت عملت ابلكيشن للاستيمولوس في الوقت ده او في المكان ده. بعد شويه قعدنا فتره زي ما حضرتك شايف لحد ما بدا يظهر الكونتراكشن بتاع العضله، اللي هو الزمن اللي استغرقته الاشاره العصبيه عشان توصل من النيرف فوق لحد العضله تحت، وبعد كده العضله زي ما اتفقنا عملت كونتراكشن، رحت جاي انا لقطه بالريكوردنج الكترود. الزمن ده اللي هو زي ما اتفقنا اللي هي الليتنسي رقم واحد، اللي هو الزمن اللي استغرقته الاشاره العصبيه عشان توصل من الابلكيشن بتاع الاستيمولس لحد الكونتراكشن بتاع العضله. الزمن ده اللي انا هحسبه واسميه التيرمينال ليتنسي رقم واحد زي ما اتفقنا، وهعمل نفس الكلام تحت. نعملها تاني علشان اللي ما خدش باله ياخد باله. هنعمل بس زوم باك عشان سرعته تقل شويه. زي ما حضرتك شايف حصل كونتراكشن في العضلات باين اهو كذا مره. انا فضلت اعمل ابلكيشن للاستيمولس، زي ما حضرتك شايف النقاط دي، ده هنا كونتراكشن اهو، ولو رجعت شويه كده هتلاقي برضو كونتراكشن اهو وهكذا. تمام، طبعا الحاجات اللي حضراتكم شايفينها ده بيبقى لو في ماينور كونتراكشن في العضله هتبان بهذا الشكل، ولكن انت بتعتد بالكونتراكشن اللي هو الامبليتيود بتاعه عالي لان في ستيمولس اهي موجوده سببت هذا الكونتراكشن. حاجه انا دلوقتي على النقطه دي اقوم جاي حاسب الزمن زي ما اتفقنا من عند الابليكيشن بتاع الاستيمولوس لحد اول كونتراكشن ظهر، لحد بدايه الكونتراكشن ظهر لك هنا التايم تقريبا حوالي 5 من 1000 من الثانية. هكتبها كده الليتنسي رقم واحد بتساوي 5 من 1000 من الثانية، واحطها كده على جنب علشان احسبها مع حضراتكم في الاخر. طيب هنعمل زوم باك وهنبدأ نعمل استيميوليشن عند النقطة رقم 2، نقول له ستارت. هنعمل استيميوليشن عند النقطة رقم 2 زي ما حضرتك شايف، زي ما حضرتك شايف كده حصل هو كونتراكشن في العضله، هتقول له ستوب زي ما اتفقنا، وهتعمل زومين علشان تشوفها كويس. زي ما حضرتك شايف ان تقريبا، خد بالك المسافه علشان صغرت، فالزمن اللي قعدته الاستيمولوس عشان تروح من النقطة بتاعت الاستيميوليشن لحد النقطة بتاعت الريكوردنج زمن قليل جدا عكس الأولانية عشان كانت المسافة أطول. حضرتك زي ما اتفقنا وعملنا فوق هتعمل تشوف الزمن ده قد إيه، تعالى كده نجرب نعمل واحد تاني. ظهر قدام حضرتك اهو ان الكونتراكشن، تقول له ستوب وتعمل زومينج وتشوف المسافة بين الاثنين. طبعا المسافة زي ما اتفقنا قليلة جدا جدا جدا. تقريبا الزمن اللي طالع لي 1 من 1000 من الثانية.
زي ما اتفقنا هستخدم الازمنه اللي طلعت لي دي في الحساب اللي هعمله كمان شويه بالسبوره، هنعرف بالظبط الحساب ده هيتعمل ازاي زي ما اتفقنا ان احنا نطرح التو ديستانسز ونطرح التو ليتنسز علشان خاطر نقسمهم على بعض ونشوف سرعه التوصيل العصبي في الالنر نيرف ونشوف مع بعض هيطلع فعلا نورمال زي ما الكتاب بيقول فعلا ولا هيطلع اي كلام. ده دلوقتي ديمونستريشن للنيرف كوندكشن ستادي او نيرف كوندكشن فيلوستي اللي هو سرعه التوصيل العصبي اللي بنعملها في العصب اللي هو الالنر نيرف زي ما اتفقنا، وربنا يوفقكم ان شاء الله. الحسبة يا حضرات اللي احنا كنا حسبناها زي ما اتفقنا هنطرح التو ديستانسز، اول واحدة طلعت 30 سنتي ناقص 10 سنتي على 5 من 1000 ناقص 1 من 1000. تعالوا كده نعملها، طبعا الحسبة اللي تحت دي بالثانية ودي بالسنتي، 30 من 10 يعني 20 سنتي على 4 من 1000. العشرين سنتي دي تقريبا نقسمها على 100 يبقى 2 من 10 متر، والأربعة من ألف في المقام ثانية، شيل صفر من فوق مع صفر من تحت، لأن الاتنين من عشرة دي اصلها 2 على 10، والأربعة هتطلع الألف فوق، يبقى هتشيل صفر مع صفر، يبقى 100 في 2 ب200 على 4 بيساوي 50 متر في الثانية. ولك أن تتخيل إن هو ده الرقم بالظبط بتاع النيرف كوندكشن فيلوستي في الألنر نيرف، هي طلعت كده ما ظبطناهاش، بس هي طلعت فعلا كده 50 متر في الثانية. وبالتالي احنا كده حسبنا النيرف كوندكشن فيلوستي او الموتور نيرف كوندكشن فيلوستي في الألنر نيرف زي ما